السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ الحمد لله طيب، الحمد لله. ورحمة الله. الحمد لله. ايه اخبار الدرس المرة اللي فاتت، سهل ولا صعب؟ لا الحمد لله سهل. طيب الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا مريم؟ ازيك يا مستر؟ ازيك يا جنى؟ ازيك يا ادم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله باذن الله هنعمل ان شاء الله ريفيجن. البيبرز اللي انا بعتها لكم النهارده ان شاء الله هتبقى اللي هي كانت ريفيجن 1 وريفيجن 2، ان شاء الله هنعمل اونلاين سيشن مع بعض هنحل فيها كل الاسئله اللي موجوده في الايه، في ريفيجن 1 و 2 ان شاء الله. اوكي، انت يعني فيري سون ان شاء الله، ممكن يعني ماكسيم الاسبوع الجاي ان شاء الله. حد حاول يحل فيها ولقى صعوبة ولا حاجة، ولا الموضوع سهل؟ انا امبارح النهارده انا بعت ريفيجن نمبر 2، باك نمبر 2. حد بص فيها؟ مين بص فيها؟ انا اصلا ما جيتش الحصه اللي فاتت. اه يا مريم انا عارف، انا بقول اللي شاف الفيجن باك على على الواتساب، حد حاول يحل الفيجن باك على الواتساب؟ هاي مستر. طيب اوكي ماشي. ازيك يا محمود؟ الحمد هاي لله حبيبي. مستر. ازيك يا محمود، عامل ايه؟ طب يا جماعه لو حد بارتيسيبنتس معانا برضو معانا يحب يدينا رايه في البيبرز يا ريت، انا عايز اسمعكم يعني. اوكي طيب، بالنسبه الحصة بتاعت الفوسن انرجي، حد ذاكر الفوسن انرجي امبارح؟ اوكي ماشي يا جماعة، يا ريت يا ألو، جماعة. مين ذاكر الفوسن انرجي امبارح؟ اوكي يا محمود. اوكي يا محمد. طيب احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن البالانسد اند ان بالانسد فورسز، تمام؟ هنعمل ريفيجن بسيطه كده على اللي احنا قلناه امبارح. قلنا لو انا عندي بادي، البادي از او ا روك فور اكزامبل موجوده على الجراوند زي ما احنا شايفين كده بالظبط، مش هيحصل حاجه خالص للروك ديت از لونج از ان الفورسز اللي هي بتاكت عليها ستيبل اند بالانسد. يعني فور اكزامبل عارفين ان الروك ديت از ستاندنج از اون ذا ايه، اون ذا جراوند زي ما احنا شايفين كده بالظبط. اوكي طيب، في الويت بتاع الروك اكت داون وورد، اوكي، ديو تو ذا برزنس اوف وات اوف ذا جرافيتي، اند ذيز ار رياكشن او كونتاكت فورس بتاكت ابون ايه، ابون ذا روك زي ما احنا شايفين كده ايه، ابورد. يبقى الروك از باي اتس ويت از افكتنج اون ذا جراوند داون وورد، اوكي، ديو تو اتس ويت، اند ذير از ا رياكشن فورس from the ground to the rock upward. تمام، قلنا ان في حاجه اسمها بالانس فورس او magnitude اوف فورس. يعني ايه بالانس فورس؟ يعني the forces are equal in magnitude and opposite in direction. اوكي، this is the main ايه، the main point for the forces to be balanced, equal in magnitude and opposite in direction. اوكي، يعني ايه equal in magnitude؟ يعني forced نمبر 1 ايكوال فورس نمبر 2 and ايه opposite in direction، كل واحده فيهم أو كل فورس in the opposite direction. اوكي طيب، لو قلنا الروك از بينج pushed by external force، يعني فور اكزامبل انا عندي روك كده في ويند بتاثر على الروك بتاعتي زي ما احنا شايفين في الدايركشن تو ذا ليفت هاند سايد. اوكي، ايه اللي هيحصل؟ ذا روك ويل موف تو ذا ليفت هاند سايد، بات ان ذا مين تايم ذير از ا فريكشن، friction between a between the rock and the ground. The friction is in the right direction. Okay, so as long as the wind force is equal to the friction force, then the rock will not move. Okay, معايا يا مريم؟ Yes. فاهمة يا مريم؟ فاهم يا محمود؟ Yes. طيب أنا بسأل الناس اللي أنا بسأل الناس اللي قدامي، هم فاتحين السكرين فأقدر أعرف من خلال الانتراكشن بتاعهم هم فاهمين أو مش فاهمين. الناس التانية انت عاملين ميوت وعاملين كلوز الكاميرا، فانا طبعا مش هعرف انتراكت معاكم. اوكي طيب،
خدنا اكزامبل تاني، لو حصل ان في بوشينج فورس على روك زي ما احنا شايفين تو ذا ليفت هاند سايد، البوشينج فورس ديت از مور ذان ذا فريكشن فورس، ايه اللي هيحصل للروك يا لارا؟ الروك ويل موف تو ذا ليفت هاند سايد ان ذا دايركشن اوف ذا بوشينج فورس. ايوه يا لارا بتكلم معاكي تمام. اوكي محمود ركز معايا يا حبيبي. طيب يبقى اذا روك ويل موف بيكوز ذا سايد واي فورسز ار نوت بالانسد، يعني نوت بالانسد يعني نوت ايكوال ان ماجنتيود. اوكي يا مريم، يعني ايه نوت ايكوال ان ماجنتيود؟ يعني يا لارا البوشينج فورس تو ذا ليفت هاند سايد از مور ذان ذا فريكشن فورس تو ذا رايت هاند سايد، زي ما احنا شايفين في السكرين كده بالظبط. اوكي يا محمود. محمد خالد بليز لور يور هاند بليز. اوكي محمد خالد لور يور هاند بليز، ثانك يو. ماشي يا علي. طيب لو قلنا عندي someone is jumping from the airplane using a parachute، اوكي ايه اللي هيحصل عندي؟ اول ما يفتح البيرسون الباراشوت بتاعه ايه اللي هيحصل؟ الريزيستنس فورس زي ما احنا شايفين كده ابورد will be more than the weight force. اوكي ايه اللي هيحصل؟ so the person will go upward in the first few seconds of opening the parachute. اوكي طيب وبعد كده هيحصل حاجه اسمها balance او equilibrium between the forces. Which forces? The downward force and the upward force. Okay؟ معايا علي؟ معايا محمود؟ علي انا بتكلم معاك، محمود بتكلم معاك، معايا؟ تابعين معايا؟ طيب بليز يا جماعه كونسنتريت معايا، لازم احس في انتراكشن ما بيني وبينكم، لازم اتكلم معاكم واسالكم وتردوا عليا. اوكي؟ انا مش بتكلم وخلاص، لازم يبقى في انتراكشن. طيب الحته دي احنا شرحناها المره اللي فاتت وقعدنا فيها وقت طويل، حد في حاجه مش فاهمها؟ اوكي طيب قلنا sometimes الفورس اللي بيحصل نتيجه ان انا باكت بيها على البادي will cause change in direction. يعني ايه؟ فور اكزامبل خدنا الراكت، تنس راكت، لو انا عندي تنس راكت زي ما احنا شايفين كده in this picture اللي انا شايفه؟ شايف في هيتنج فورس تو ذا ليفت هاند سايد، اوكي شايفينها، وفي فورس فروم ذا بول اون ذا تنس راكت. ويتش از بيجر فروم ذا بالانس اوف فورس دايجرام اللي احنا شايفينه؟ البيجر بالنسبه لي هيتنج فورس. يبقى ايه اللي هيحصل؟ ذا بول ويل جو ان ذا دايركشن اوف ذا هيتنج فورس، صح يا مريم؟ اوكي هلا. طيب خدنا برضو قلنا another example of the equilibrium force زي the action the gravitational force between the sun and the planet. okay the planets are revolving around the sun، احنا قلنا الكلام دوت الترم الاولاني وشرحنا the gravitational force between the sun and the planet. قلنا due to the gravitational force between the sun and the planet there is an equilibrium so the planets keep on revolving around the sun in a same orbit، صح؟ فاكرين yes. فاكرين عن قلناها الترم الاولاني؟ يس اوكي يا جماعه. اوكي يا حبيبي. طيب هنتكلم النهارده على حاجه جديده، هنكمل ده الدرس اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، هناخد امبورتنت نوتس على اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. طيب the force of gravity or weight is always acting on the body. يبقى زي ما احنا شايفين كده the force of gravity or weight، يبقى the weight of the body او الجرافيتي. ليه قلنا الويت؟ الويت 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 بالنسبه للبادي از وات؟ الويت ويت يعني ايه يا جماعه؟ مش ويت ديت يعني فورس؟ فورس اوف جرافيتي اون ان اوبجكت. واحده 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 واحده. لا الويت از ديو تو ذا جرافيتي بات از نوت ايكوال تو ذا جرافيتي. اوكي يبقى الويت هو الفورس equal ايه؟ mass of an object times what؟ times gravity. اوكي يبقى احنا قلنا we our body on planet earth has weight. اوكي due to the gravity on planet earth. معايا هالة؟ معايا رولا؟ معايا محمود؟ معايا علي؟ طيب on the moon
on the moon or in the space, is there any gravity in space? No. So there is no, there is no weight in space, but there is what? There is only mass in space. Okay? Yes. فاهمين؟ لازم لازم نخلي بالنا ان the weight force of our body on the planet is due to the gravity. Okay? In the absence of the gravity, there is no weight. There is only mass. Okay? This is a very important rule and very important point all of you must understand. Okay يا جماعة؟ Okay. مش عايزين يا جماعة نتكلم تاني في الموضوع دوت. خلاص احنا عرفنا الموضوع دوت فهمنا ان اي body in space has only mass because there is no gravity. But on any planet, for example, on Earth, on Jupiter, on Mercury, Venus, Neptune, there is a gravity. So there is a weight. Okay, Alice? Okay, fine. Tiny point, very important point. عندنا بتقول ايه? The force on an object is the same size but in opposite direction. They will cancel each other. يعني ايه? زي ما خدنا example كده. انا عندي, for example, at the ground اهو بتاعي. وعندي rock. Boxed rock. ايه اللي بيحصل? في weight downward, صح? في ايه upward? مين يفكرني في ايه upward? حد يقول? Contrast force. Contact force. Contact force upward. صح يا محمود. صح يا محمود. Very good. في contact force. طب ايه اللي بيحصل لما الاقي body rock on the ground? بلاقي rock moving ولا steady state stable on the ground? لا stable. يبقى كده بلاقي ايه? بعرف ان the weight which on the ground is equal to the contact force. يبقى the force of the weight is equal to the contact force. يبقى عن ايه cancel each other? يعني as long as they are in opposite direction they will cancel each other. So this force will cancel this force. وايه الريزلت اللي هيحصل? ان the body or this rock will remain on the ground. Okay? Okay. طيب the body will not move if there is no force acting on it. ده حاجة بديهية جدا. يعني ايه? لو انا عندي a book on the desk. Okay? The book will remain on the desk as long as ايه? ان محدش جه act by a force on this desk on this book. Okay? فاهمين معايا? Yes. طيب. If the force acting on the body is not equal, then the motion of the object will change. يعني ايه بقى? زي ما خدنا. لو انا عندي كده مثلا for example, عندي برضه نفس الاكزامبل بتاعي. خلونا نتكلم على الروك بتاعتنا اهو. اهو. On the ground. وعندي بوكس اهو. في pushing force in this direction. شايفين pushing force عاملة ازاي? Yes. وفي friction force in this direction. ده pushing وده friction. اللي انا رسمه دوت اسمه ايه? اسمه معايا يا جماعة? اللي انا رسمه ده اسمه ايه? يا جماعة yes. محدش يكتب يا جماعة. انا عايزكم بس تفهموا معايا وخلاص. النوتس هبعتها لكم وهديها لكم. It will be yours. Okay? Just concentrate in what I'm saying. يبقى انا عندي دلوقتي object زي الروك on the ground. This rock is being pushed by a force in the left hand side. In the meantime, this is a friction force. خلاص? ايه اللي هيحصل to the object? Will move in which direction? Left side. ليه بقى left side? لان زي ما انتم شايفين كده من الفورس بالظبط. The force to the left is more than the force. بالظبط. هديكوا example بسيط تاني. لو انا عندي اهو. انا عندي كده for example. عايز ارسم حاجة اسمها force diagram. Force diagram يعني ايه? ابدأ ارسم البادي بتاعي. واشوف الفورسز اللي بتأكت عليه. اوكي? ادي البادي بتاعي اهو. On the ground. واشوف الفورس بتأكت عليه. اوكي? في فورس. In the left hand side اهو اسمها ايه pushing force في force into the right hand side تبقى ايه ليه ايه
فورس اوف فريكشن. طيب بلاقي ايه هنا؟ هنا يا جماعه بلاقي ان الفورس اوف بوشينج فورس از مور ذان فورس اوف فريكشن. يبقى ايه ده هيحصل؟ يبقى ذا بادي ويل موف فين؟ موف تو ليفت. اوكي طب اللي انا رسمته اسمه ايه؟ اللي انا رسمته كده ده اسمه ايه؟ الرسمه اللي انا رسمتها فورس دايجرام ده اسمه ايه؟ يبقى لما هيجي مثلا انا عندي كويستشن بيسالني what is the force diagram او draw the force diagram for a body being pushed by an external force. هرسم البادي زي ما انا شايف كده اهو، زي ما انا رسمه كده اهو بالظبط، وهرسم الجراوند بتاعه وارسم الجراوند واحط الفورس اللي عليه. اوكي. حد عنده اي سؤال؟ اوكي نكمل. اللي عنده سؤال اي في اي وقت يوقفني، حتى لو فكر في حاجه يوقفني وهنسال عادي، مش اي مشكله خالص. اوكي طيب الرسمه دي احنا اتكلمنا فيها الترم اللي فات، وكنا بنتكلم فيها عن تايب اوف فورسز اكتنج اون ا موفينج بوت. اوكي احنا هنبدا نزود حاجه بسيطه زياده علينا شويه، حاجه اسمها ايه الفورس دايجرام. يعني زي ما انا شايف كده عندي البوت اهي، البوت during its moving in the sea في thrust force to the right hand side which moves the boat to the right hand side. اوكي في ايه؟ في air resistance force او ايه؟ احنا قلنا air resistance اسمه ايه تاني غير air resistance force؟ ممكن نسميه ايه؟ drag force. excellent. drag force is between the moving object and the air. اوكي معايا لارا؟ the drag force is between the moving object and the air. طيب في between the moving object and the fluid او the sea او the ground اسمه ايه؟ friction force. friction. خلاص يبقى الفورس which is created during the moving body and the fluid or the sea or the ground is called what? called friction. حد يكتب حاجه يا جماعه؟ تكتبيش يا لار، ركزي معايا بس، افهمي معايا بس. طيب والفورس which act upon the object while moving in the air it will be what? air resistance or drag force. طيب لو انا الاوبجكت دوت از موفينج ان سبيس، از موفينج ان سبيس، ام اي جوينج تو هاف ان اير ريزيستنس فورس اور دراج فورس؟ نو. فيري جود. ليه يا محمود؟ وي وونت هاف اني اير ريزيستنس اور دراج فورس بيكوز ان سبيس ذير از فاكيوم، ذير از نو اير. اوكي ايوه يا جمال، اتفضل يا جمال، رفع ايدك ليه؟ تفضل يا حبيبي. How can a fish robot can have thrust when thrust is for يعني a fast moving object؟ Thrust force is not يعني we can't say it's a fast moving. Thrust force is any force which act upon the object in the moving direction. Okay. قوة الدفع. Thrust force دي قوة الدفع. Okay. طيب. نزل ايدك يا جمال please. تفضل يا ليس. السؤال اللي هو لك if we have okay any object that's in space since space is a vacuum where there is no air or air resistance or anything like that that can stop the object will the like if we put the object at a certain speed will it stay that way? If like, I put the object at a certain speed it will keep moving until it hit anything. Nothing will stop it. Unless you act on this object by an external force in the opposite direction. Okay, thank you. طيب عندنا برضو حاجة اسمها falling ball football. لو انا عندي football in the air is being pushed in the air upward هيبقى فيه weight force downward وفي air resistance force upward. تمام؟ طيب example تاني من ال force diagram. For example if I have a fish. Okay, the fish is moving in the water. In the water so there is no drag force. You will only have a friction force between the water and the fish to the left hand to the right hand side. Okay, and I'm going to have up thrust force which makes the fish go upward.
Number two. Number three, I will have a weight of the fish downward. Finally, the thrust force which the fish is moving in the water. Okay? Okay. Right. Another last example for the force diagram for an aeroplane. Okay, as you can see, the aeroplane is moving by thrust force to the right hand side. Okay, and we have a lifting force or up thrust force upward. Lifting force can be what? Up thrust. Okay, don't get confused. Okay, and the aeroplane has a weight or gravity. Gravity is acting on the aeroplane, creates what? Weight. Exactly, weight. Okay, and the drag force in the opposite direction of the moving direction of the aeroplane. Okay? Right. Okay. Now recap. ايه الفرق بين balanced force and unbalanced force? The balanced force equal in size. Unbalanced force not equal in size. The balanced force opposite in direction. Unbalanced not opposite in direction. Right. Balanced force cause no change in movement. يعني the object will remain still, the same, will not move. Unbalanced force will cause a change in movement. For example, it can speed up the object, it can slow down the object, okay? Okay, or even it can change its direction. Okay, هلا؟ رفع ايدك ليه هلا؟ تفضلي. I don't know the meaning of up thrust and thrust. Up thrust, the moving object for upward, upward, up thrust, make it move upward. Thrust force, دفع, cause دفع, make moving object forward. Okay? Okay. For example, a car doesn't have an up thrust force, but it has a thrust force. A boat had an up thrust force due to its floating on the sea level, and a thrust force due to its movement in the sea. احب اوضح لك تاني بالعربي ولا كده كويس؟ لا كده كويس. اوكي. طيب لو انا عندي مثلا a group of people زي ما احنا شايفين كده بيلعبوا ايه؟ بيلعبوا تاجور. اوكي؟ both of them are acting by the same amount of force to the left hand side and right hand side 30 newton and here also 30 newton 300 newton sorry. as you can see the point of center will not move. اوكي؟ because they are acting on the same rope by the same force. So ايه اللي هيحصل؟ They are equal in size. صح؟ اه يبقى equal in size. Opposite in direction. Opposite in direction. The left hand side, the right hand side. تمام. Cause no change in movement. فعلا. اهي نقطة ثابتة مش هتتحرك. يبقى دي ايه؟ Balanced force. صح؟ طب لو جينا عكسنا غيرنا الكرايتيريا وقلنا ان هتبقى unbalanced forces. For example, زي ما احنا شايفين كده بالظبط 300 نيوتن against 100 نيوتن اول حاجه they are not equal in magnitude صح دي مو دي 300 and yes. دي 100 تاني حاجه they are ايه not opposite in direction they will move in this direction the left hand side صح ايه اللي حصل movement ايه للبوينت اهي شايفين البوينت راحت فين شايفين البوينت راحت فين بقت فين اهي البوينت اهي السنتر بوينت بقت فين؟ بقت هنا. اوكي؟ يبقى دي ايه؟ Unbalanced forces. اوكي؟ دي برضه سير سو ذا difference between them is like 200 N to the left hand side, exactly. If you can say here the net force here, the net force equal 300 minus 100 So it's equal to 200 newton. صح كده؟ صح. Yes. اوكي. دي شوية examples تانية احنا ممكن تبصوا عليها براحتكم وتشوفوا اذا كانت هي balanced or unbalanced forces. اوكي؟ حاولت طبعا اخد الاكزامبلز ديت من نفس الاكزامبلز بتاعتنا اللي احنا استخدمناها الترم الاولاني. اللي حضر معايا الترم الاولاني ومعاه الليسنز بتاعتي هيقدر يفتكر الاكزامبلز دي بالذات. انا جبتها بنفس الكالرز نفس الشيب نفس السايز علشان نجمع مع بعض. اتفضل مين بينادي؟ اتفضل يا محمد. تعالي كيف؟
What is the net force of a balanced force? Again, please, I didn't hear you. What is the net force of a balanced force? Zero. اهو يبقى احنا جينا هنا 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 نت فورس هنا هيبقى ايكوال ايه يا جماعه هنا؟ هنا دي بالانس هنا هنا نت فورس ايكوال هنا ايه؟ زيرو. ليه؟ مش محتاجه بقى مش محتاجه 300 ماينس 300 ايكوال وات؟ ايكوال تو زيرو. زيرو صح؟ جود كويستشن فيري جود كويستشن يا محمد ثانك يو. طيب ممكن نحل مع بعض دي اكسرسايز هيبقى الهوم ورك بتاعكم ان شاء الله خلاص ممكن نحل مع بعض كده كذا اكزام كذا اكسرسايز وهنخش في درس جديد ان شاء الله النهارده. يلا واحده واحده بقى بالترتيب كده مين هيحل اول سؤال؟ نعمل سيلكشن للسؤال الاول وبعدين نتكلم مع بعض. يلا يا علي اتفضل يا علي. Describe what is meant by balanced forces. Balanced forces are when the force of the two objects أيوة. that are being pulled against each other are the exact same. They are at equilibrium. They are equal in size. They are opposite in magnitude. Equal in magnitude. Opposite in direction, صح؟ And cause no change to an object. يبقى balanced forces يبقى أول حاجة زي ما قلنا هي بص التيبل بتاعنا أهو. أهو. Balanced force أول حاجة إيه؟ Equal in size. Opposite in direction. Cause no change in movement. أوكي؟ يبقى دي أول حاجة إيه؟ Equal in size. يبقى equal. equal in size تمام opposite in direction تمام اخر تالت حاجة ايه cause no change in movement اوكي okay. طيب السؤال اللي بعدي يلا يا مريم A box is on the floor. The box is not moving. Okay. Draw a labeled force diagram to show all the forces acting on the box. Amal pushes the box sideways. The box does not move. Draw another labeled force diagram to show all the forces. واحدة واحدة. احنا أول نمبر إيه؟ Draw a labeled force diagram عشان اقول لك ايه labeled force diagram to show all the forces acting on the box ادي البوكس اهو so we're going to put an arrow in two sides of the box لا واحده واحده ليه two sides واحده واحده and one up and one down بالظبط انا عندي بوكس on the floor the box is not moving خلاص ادي بوكس on the floor اهو not moving يبقى ايه الفورس اللي acting on the box اول فورس داون وورد اللي هو ايه اللي هو الايه الويت صح فورس اوف ويت تاني فورس هيبقى ايه اب وورد اللي هو ايه كونتاكت فورس صح كده سهل ما فيهاش اي حاجه yes. طيب تاني سؤال بيقول لي ايه يلا يا يلا يا يلا يا مريم يقول لي ايه؟ Amal pushes the box sideways. Very good. The box does not move. يعني ايه does not move؟ يعني ما اتحركش. Draw. كملي يلا. Draw. So we're going to put two arrows that are beside the box. Okay. And they have to be in the same size because the box is not moving. Exactly. يبقى ادي قلنا هنا right hand left hand side. And right hand side. The friction force yes. between the box and the ground is equal to the pushing force by Amal on the box. حد فاهم حاجة؟ Yes. Yes, sir. Okay. Yes. يلا نزلي ايدي كاميرا. السؤال اللي بعديه.
نمبر 5. يلا يا ريماس. The picture shows a toy train moving around a circular track. Okay. The locomotive أيوة. contains an electric motor that drives the train. The train moves in a circle at a constant speed. Okay. Give the letter of the arrow that shows the direction of the driving force of the train. أيوة. The force of friction of the locomotive. The force that keeps the train moving in a circle. Okay. عندي train on the tracks. The train be move around in circle as per direction blue arrow. Okay. في ايه؟ في force D, force A, force B and force C. أول حاجة بيقول لي the driving force of the train. Which arrow represent the driving force of the train? A, C. لا driving force. C ديت مش driving force. دي اوكي. طب سي بريزنت ايه؟ مين يعرف سي؟ سي بريزنت ايه يا جماعه؟ سي تنشن. لا فين التنشن؟ تنشن لازم يكون عندي واير يا ريماس، لازم يكون عندي حاجه ماسكه الاثنين عشان يبقى فيها تنشن. As long as there is no string or a wire, so there is no tension. مين يقدر يقول لي سي بتمثل ايه فورس؟ Can I see for tea? Excuse me? Can I see for tea? مش معيش هاله بس ما عارف بتقول ايه. ينفع اقول لتي تي 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 يعني مش فاهم. مفيش تي عندي، انا عندي دي تي. اي دونت هاف تي. طيب سي ريبريزنت ايه يا جماعه؟ احنا قلنا الفورس ديت ريبريزنت ايه؟ فورس ويتش اكت اون ذا بودي تو ذا سنتر اوف سيركل اتس كولد وات؟ لا ويت. لا فين ويت لي؟ انا عندي موفينج بودي، عندي موفينج بودي ان سيركل، ان سيركل اهو قلناها شرحناها يا جماعه المره اللي فاتت وشرحناها الترم اللي فات اهو اهو الصوره ديت. ليه ما ذكرناش الحصه اللي فاتت يا جماعه؟ اهي اسمها ايه؟ اهي فورس ويتش اكت اون ذا بودي موفينج ان سيركل تو ذا سنتر اوف سيركل سنتر بيتل فورس. خدناها يا جماعه، خدناها الترم اللي فات وعندنا امتحانات. عندنا الترم اللي فات عندنا امتحانات. طيب ماشي اوكي. يبقى نمبر از فيجر سي از كود وات سنتر بيتل فورس. طيب ذا فورس اوف فريكشن اون ذا لوكوموتيف ويتش ليتر ريبريزنت ذا فورس اوف فريكشن. ها جيهان اتفضلي. اعتقد ان الفورس اوف فريكشن would be بي. فيري جود. بيكوز ليه بي يا جيهان؟ Because it drops the center point and rubs against the circle. It moves or one surface. It is in opposite direction of the moving force. Yes. أستاذ بس أول حصة ليا النهاردة علشان أنا لقيت في الجروب فأنا لسه حاضر النهاردة أول يوم. أهلا بيك شرفتينا. شكرا. طيب نمبر سي. يلا يا محمد. محمد السيد. Yes, the force that keeps the train moving in a circle, thrust. لا أنا ما قلتكش قول لي. أنا عايز أعرف which letter represent. بيقول لك give the letter of the arrow that shows the direction of the force that keeps the train moving in a circle. B. إزاي؟ B دي قلنا friction force ودي قلنا moving force. C. Very good, C. احنا قلنا C is a centripetal force which keeps the body or the object moving in circle. وادينا example زي the force between the planet and the sun. يا جماعة نراجع ال lessons بتاعتي اللي انا بعتها لكم الترم الاولاني، هتلاقي lessons كلها موجودة على اليوتيوب. Please يا جماعة نراجع ال lessons كلها. Okay. Mister, we are going to Aslan have a quiz tomorrow. Okay, very good. Okay. Yes. في برضو على الـ على الـ على الـ على الشانل في اسئله انا رفعتها لكم اسئله وانسرز بخصوص كل ما يخص الترم اللي فات. اوكي هتلاقي موجوده ريفيجن على اليوتيوب. اوكي يا جماعه اللي عنده حاجه عايز يراجعها يخش هنلاقي الليسنز كلها موجوده بالايه بالديسكريبشن بتاع كل ليسن. اوكي عشان ما تاخدش وقت كتير في انك تدور على الليسنز. طيب احنا كده خلصنا اول ليسن معانا اللي تخص الايه
الفورسز. اوكي ممكن هيبقى عندنا الحصه هتفصل كمان دقيقتين، بعد ما الحصه هتفصل هنخش تاني ان شاء الله، هنخش ناخد زي كده ايه بدايه نيو ليسن. اوكي طيب يلا مين عايز يحل معايا سؤال نمبر 2؟ يلا يا مريم. I want to answer. انت بعديها يا The محمود حاضر. diagram. Okay. The diagram shows a sailing boat pulling out of the harbor. اوكي. The direction of travel. Give the letter of the arrow that represents up thrust. اوكي يلا. Which one represents up thrust? A. Very good. Okay. A. Excellent. يلا. انزلي ايدك يا مريم بليز. مين عايز يحل نمبر بي؟ لو جاين اتفضلي يا جاين. Which force is represented by the blue box? Which one, which force represent B? Air force. Which one? B, this force. Bad. Driving force. مش سامعك والله. لا sorry. Gravity. لا مش جرافيتي، جرافيتي ده داون وورد. بي انا بصي بصي يا جاين، انا عندي ايه؟ عندي البوت اهي، اهي البوت اهي موفينج تو ذا رايت هاند سايد اهو، رايت هاند سايد. اوكي؟ في حاجة عكس الموفينج دايركشن اوف ذا اور بادي. ريبريزنتد باي بي. ها؟ سيلكت بقى ويتش وان؟ Circular answer. ثانية واحدة اديها فرصتها. نكمل. يلا يا لوجين. يلا يا لوجين. انت بعديها لارا. انا عندي ايه؟ ايه الريزيستنس؟ ايه الريزيستنس؟ مش دراج؟ ايه الريزيستنس؟ مش البودي ماشيه في الهواء وده الارو جاي من الهواء، يبقى ايه الريزيستنس؟ مش هيبقى جرافيتي، جرافيتي داون وورد. رياكشن مش رياكشن، درايفنج فورس، درايفنج فورس اهي. اوكي طيب اوكي يلا جاي، انا ما خدتش بالي معلش. يلا يا لارا. When the boat is traveling at a constant speed in the direction shown, which two forces must be balanced? Okay. Give two letters. Yes. B U D. Very good. Okay. يلا يا محمود. محمود شاهين. ما دخلش. يلا يا علي. Yes, I'm here. طب يلا يا محمود، سوري يا علي. The boat passes out of the harbor, it like accelerates. And it speeds up. Speeds up. One force is now larger than the other forces. Give one of the force that is now the largest. The air resistance. تاني as the boat passes out of the harbor it accelerates يعني speeds up. Okay. One force is now larger than the other force يعني لما تطلع من الهاربور بتبدأ تمشي بسرعة. Okay. يبقى في force أكبر من التانية. Give the letter of the force that is now the largest. Which one is the largest? Very good, very good. اوكي يا جماعه في اي مشكله معاكم يا جماعه في الدرس بتاعنا النهارده؟ اوكي يا جماعه طيب انا بانهانس يو بليز يا جماعه، اللي عنده امتحان او محتاج يراجع حاجه بليز ما تكسلش، خش بص على الفيديوهات، راجع الاسئله اللي انا حاططها لكم على الفيديوهات، حاول تكتب الاسئله معايا وتحلها معايا وتعمل بوز وانت بتتفرج وتكمل تاني. اوكي
طيب نكمل الدرس بتاعنا النهارده الجديد. احنا هنتكلم النهارده حاجه اسمها السبيد. طبعا احنا مش هنخلص كل السبيد النهارده، ولكن هنتكلم بشكل بسيط جدا علشان المره الجايه ان شاء الله هنكمل فيه. اوكي طيب، يعني ايه سبيد؟ يعني when you are sitting beside your father and he's driving his car. اوكي بنلاقي فيها في سبيدوميتر، صح؟ سبيد بيبقى ايه؟ يعني سرعة الفيكل، سرعة العربية، صح؟ طيب السبيد يعني ايه سبيد؟ سبيد يعني انا بمشي الديستنس قد ايه في التايم. اوكي يعني كل ما السبيد بتاعتك بتبقى عالية تجري بسرعة مثلا، يبقى انت بتقطع ديستنس كبيرة قوي in a low in a few amount of time، صح؟ طب low speed يعني ايه؟ يعني بمشي على مهلي، بمشي على مهلي، يعني بمشي على مهلي؟ يعني بقطع ديستنس قليلة جدا في تايم كتير، صح؟ حد فاهم حاجة؟ أيوة يا مريم اتفضلي. اتفضلي يا مريم. Sir, can you re-upload the electricity section? اوكي حاضر ماشي. كنت ممكن تبعتها لي نوت وانا كنت هرد عليك، بس احنا كنا بنتكلم بالشرح دلوقتي يا مريم، ما تفصلينيش واحنا بنشرح. اوكي طيب، يبقى احنا نقول تاني السبيد اوف ان اوبجكت. يعني ايه كلمه سبيد؟ سبيد يعني الديستنس الاوبجكت بيقطعها ان فيو اماونت اوف تايم. بمعنى لو انا راكب البايسكل بتاعتي، راكب جنب حد في العربيه، هي از موفينج فاست، he is driving fast. يعني ايه؟ يعني he is cutting a big distance in a few amount of time. طيب يعني ايه slow speed؟ يعني ايه؟ يعني بيقطع مسافة قليلة جدا في وقت كبير جدا. اوكي يعني لو جيت قلت مثلا my father was driving his car by amount 100 kilometers per hour. يعني ايه 100 kilometers per hour؟ حد يرد عليا، انا عايز interaction. My father is, we're driving, was driving his car by speed equal to 100 kilometers per hour. ها مين عايز؟ الموفمنت بتاعت الكار 100 متر per hour. لا 100 يعني every 1 hours my the car every hour every 100 صح يا لارا. مستر since hours is contained from 60 minutes so we're going to put the 60 up. لا 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 يا ماري، لا لا انا مش بتكلم كده دلوقتي، انا بتكلم في حاجه بسيطه جدا. انا بتكلم في ايه؟ بقول my father was driving his car by speed equal to 100 kilometers per hour. يعني ايه؟ لارا ردت عليا وقالت لي بمعنى بسيط جدا، يعني every 1 hour my father cuts or moves around 100 kilometers. صح كده ولا غلط؟ في حاجة صعبة؟ طيب لو my father was driving his car by speed equal to 50 kilometers per hour. ها دي سرعة بسيطة قليلة ولا بطيئة ولا أبطأ؟ ليه؟ لأن in the same hour the first car was moving by 100 kilometers and in the same hour the other car cuts how many kilometers? 50. يبقى احنا كده فهمنا ايه؟ ان 100 كيلومترز از مور ذان 50، صح؟ يبقى السبيد اوف ذا فيرست كار از بيجر ذان ذا سبيد اوف ذا سكند كار. اوكي؟ في حد عنده مشكلة؟ yes. طيب اللي رفع ايده مريم، في عندك حاجة عايز ترفع ايده ليها؟ بس على حسب العربية برضه. لا انا I am talking about the same car. ايوه يا حلا. هو when you say m over seconds does it mean the same thing as distance over time? عشان in my school we took that it's distance over time. Again please, I didn't get you. Again, can you explain again? I didn't hear you. Again please. Again, in when you, what you wrote is the standard unit is meters over seconds. Okay. But is it the same thing as distance over time? طيب انا دلوقتي بشرح، مش هتعب اللي كاتبه، اللي انا كاتبه حاجه وانا بشرح حاجه تانية. انت فاهمه معايا لحد دلوقتي؟ اوكي؟ اه فاهمه؟ طيب يبقى احنا قلنا ايه؟
احنا قلنا speed 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 equal ايه؟ speed equal ايه؟ distance over time صح؟ جيهان بليز ميوت يور مايك بليز. طيب يبقى هنا قلنا السبيد يعني ايه؟ سبيد ممكن تبقى اس ايكوال تو ايه؟ ديستنس ممكن تبقى ايكوال كام؟ كيلومترز تايم بار اور صح؟ او ايكوال وات؟ متر بير مينيت او بير سكند صح؟ او ايكوال ايه؟ سنتيمتر ان سكند صح؟ حسب السبيد. يبقى انا هنا لازم اكون عارف ايه حاجه مهمه جدا عندي، لازم اكون عارف ازاي اعمل كونفرجن فروم وان فروم كيلومتر تو متر. ال 1 كيلومتر ايكوال هاو ميني متر يا جماعه؟ 1000. خلي بالنا الكونفرجن فيري امبورتنت، لان ده اللي هيخلينا نفرق بين الناس اللي فاهمه والناس اللي مش فاهمه. الكونفرجن از فيري امبورتنت. طيب ما حدش يكتب حاجه، انا هبعت لكم كل النص ديت، حدش يكتب، ركزوا معايا بليز. حدش يكتب معاك، ما حدش يكتب حاجه. طب لو جينا قلنا ال 1 اور فيها هاو ميني سكند؟ 1 اور فيها هاو ميني سكند؟ لا لا اكتر. 120. لا 1600. فيري جود، 3600 اللي قالها بيرفكت بيرفكت. تمام، خلي بالنا الحاجات دي ما تتحفظش، دي انا بفهمها، انا بفهم. ال 1 اور عايزين تفهموا الاسئله. ال 1 اور فيها هاو ميني؟ ايه اللي مش فاهمها؟ مين اللي مش فاهم ايه؟ اللي هي اخر واحده، اللي هي ثالث واحده من الستارز، مش فاهمها. ماشي، انا قلت 1 اور فيها هاو ميني سكند؟ ال 1 اور فيها 360 سكند. جت منين؟ طيب هقول لك جت منين. حاضر، الحاجات دي فوت في الماث، ماث جريد 4 جريد 5. لو جينا قلنا ال 1 مينيت فيها هاو ميني سكند؟ وان مينيت كم هاو ميني سكند؟ فيها 60 سكند. اكسلنت اكسلنت، ال 1 مينيت فيها 60 سكند. طيب تاني، ال 1 اور how many minutes how many minutes 60 minutes. طيب very good. وال 1 minute فيها how many second 60. يبقى ال 1 يبقى صح كده. يبقى ال 1 hour فيها how many second 3600. جت منين؟ 60 times 60 multiplied by 60 يعني ايكوال كام؟ 6 وحط الاثنين. فيري جود فيري جود. بس الحاجات دي لازم نكون فاهمينها، لازم نعرف زي الكونفرجن. الكونفرجن از فيري امبورتنت السنه دي والسنه الجايه والسنه اللي بعديها. ذا كونفرجن از فيري امبورتنت. يا لارا ركزي معايا بليز، ما تكتبيش حاجه يا لارا، ما حدش يكتب حاجه خالص بليز يا جماعه، ركزوا معايا. لما هتركز معايا وتفهم وتحفظ بعينك هتعرف بعد كده تفهم بعد ما امشي. اوكي، انا عايزكم تستوعبوا معايا اهم من انك تكتبوا. كده كده انا هبعت كل النوتس ديت، مفيش نوتس مش ببعتها. خليكي معايا يا مريم. خلاص نرجع تاني. يبقى احنا قلنا السبيد ايكوال ديستنس اوفر تايم. ديستنس اوفر تايم يعني ايه؟ يعني كيلومتر بير اور اور متر بير سكند اور سنتيمتر بير سكند. خلاص تمام. طيب في حاجه مهمه جدا لازم نكون عارفينها، ايه هي؟ ازاي ارسم الترينجل اوف ايه؟ ترينجل اوف سبيد. يعني ايه ترينجل اوف سبيد؟ اهو هرسمه لكم، موجود عندنا في النوتس برضو. انا عندي ترينجل اهو، وانا قلت ايه؟ مش قلت ان السبيد ايكوال ايه اوفر ايه؟ حد يرد عليا، السبيد ايكوال ايه؟ ديستنس اوفر تايم. تمام، يبقى دي السبيد اهي ايكوال ايه؟ ديستنس اوفر ايه؟ اوفر تايم. طب ممكن حد يبقى السبيد ايكوال ايه؟ سبيد ايكوال ديستنس اوفر تايم.
فلو جيت قلت distance equal I have distance equal ايه؟ speed times time speed times time really good صح محمود شاهين اقعد معايا اقعد ركز يا محمود اقعد يبقى distance speed equal distance equal ايه speed times time اهو طيب لو جيت قلت time equal ايه من الترينجل من الترينجل time speed divided by distance over speed distance over speed very good اهو اهو انا عايز اعرف مثلا عايز اعرف التايم احط ايدي على التايم اهو هحط ايدي على التايم كده اهو اجينا اغير التايم انا ايه distance over time طيب after that لما احنا نيجي ننقل الdistance هتتحول لديفايد بدل multiply ايوه ونبص التراينجل نفر التراينجل كده ولو بصينا على التراينجل الديستنس اعمل هيدنج للدي هلاقي اس تايمز تي اهي السبيد اعمل هيدنج للسبيد اللي انا عايز احط صبع احط اي كان بوت ماي فينجر اون اس ديستنس اوفر تايم طب التايم اي كان بوت ماي فينجر يا لارا ركزي معايا تي ديستنس اوفر سبيد اوكي يا جماعه اوكي طيب نرجع معانا في الايه في الليسون بتاعتنا يبقى For example, a horse running with a speed 15 meters per second means that the horse travel a distance 15 meter in each second. زي ما احنا كنا شارحين من شوية. Okay? في حد عنده مشكلة؟ حد دلوقتي؟ Does anyone has any conflict or any question regarding speed? No. يا جماعة لو حد عنده سؤال يسأل. ما في أي مشكلة خالص. لا. طيب انا حاولت برضو اعمل لكم ايه اعمل لكم كده سمرايزنج للايه لكل الليسون في الايه في ان ذا فيو كومينج لاينز عندي اكزامبل ا باص ترافلز ا ديستنس 100 متر يبقى انا عندي ديستنس ايكوال كام 100 متر تمام ثانيه واحده اهي ديستنس 100 متر ان ا تايم اوف وات 20 سكند يبقى هو هنا اداني ايه بص انا هعمل ايه بص انا بكتب ايه بكتب النوتس بتاعتي يبقى هي الديستنس بكتبها اهو ايكوال 100 متر على جنب لازم اكتبها بالراحه والتايم ايكوال كام 20 سكند يبقى انا الجيفنز بعمل عليها اندرلاين وبكتبها على جنب زين ذا باص هاز ترافلد كام تاني 100 متر سوري 20 سكند Yes, 100 meter in what? In 20 seconds. So, how many meters travel in 1 second? D over D, that 100 over D. Number of meters travel in 1 second? We're going to get 50 m slash. واحدة واحدة. Number of meters traveled in 1 second equal total distance traveled على total time. احنا لسه قاعدين اهو هو عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف number of meters يعني عايز يعرف ايه؟ total number of meters in 1 second يبقى total distance traveled على total time صح؟ طب هو traveled one in 1 second so speed equal speed صح؟ يبقى speed equal كام؟ distance على time. طب total distance كام؟ 100 متر استنى انا لسه مش فاهم حاضر لو جينا اخدنا الاكزامبل بره طب اليونت هيكون ايه ام سلاش هو بيقول لي الديستنس ايكوال كام يا جماعه الديستنس ايكوال كام 100 متر 100 متر والتايم ايكوال كام التايم ايكوال 20 ثانيه اهو هو عايز يعرف ايه عايز اعرف الديستنس ترافل ان 1 سكند يعني عايز اعرف السبيد هو مديني الديستنس 2000 مديني التايم يبقى عايز اعرف السبيد يبقى اس ايكوال كام؟ اس ايكوال كام من التراينجل اس ايكوال كام؟ ديستنس اوفر تايم 100 ديفايد باي 20 ايكوال كام؟ 50 ها 5 5 ايه 5 ايه 5 متر بير سكند 5 متر بير سكند نخلي بالنا ديس ايكوال 5 متر بير سكند اوكي اللي قال لي 50 غلط ليه لان عندك هنا الزيرو ده
هروح مع الزيرو ده هيبقى 10 over 2 equal to 5. مش عارف انا قلت 50 ازاي. اوكي اوكي جماعه فهمنا؟ يس. كده خلصنا الدرس بتاعنا، نراجع مع بعض. طبعا البيبر دي كلها بتاعتكم، انا هبعتها لكم تاني ان شاء الله، بس انا بحاول ايه ابسط الموضوع. ده تراينجل احنا كنا اتكلمنا فيه من شويه، خلاص، وده اسمه سبيد تراينجل. اوكي، وانا حاطه لكم بالايه، اللي هو الستاندرد يونت. ايوه، في باليونت بتاعته ديستنس باي متر، اهي ديستنس ان متر. اوكي، بسرعه دي في السكه سبيد متر بير سكند والتايم ان سكند. خلينا في الدرس بعدين نسال الاسئله دي كلها. حاضر. التايم لو عايز تعرف التايم ايكوال ديستنس اوفر سكند، ديستنس سوري اوفر سبيد، ديستنس باي متر وسبيد متر بير سكند، يبقى التايم ان ايه؟ تايم ان ويل بي ان سكند. تمام؟ معايا لارا؟ معايا مريم؟ يس. اوكي. حالة تابعة معايا؟ طيب. السبيد ديستنس اوفر ايه؟ اوفر تايم. طبعا السبيد متر بير سكند زي ما قلنا، او كيلومتر بير اور، او متر بير اور، وات ايفر انت عايز اليونت بتاعتك عامله ازاي. انا عارف ازاي اعمل كونفرجن واحول. لو حد عنده مشكله في كونفرجن يقول لي هشرحها له ان شاء الله. تمام. طيب احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا النهارده، والمره الجايه ان شاء الله هنحل اكزامبلز على السبيد، وهنخش الدرس الجديد باذن الله. حد عنده اي سؤال في السبيد؟ حد عنده اي سؤال في السبيد؟ لا. طب حد عنده اي سؤال في الكونفرجنز او في اليونتس او اي حاجه في الفورسز؟ لا. طيب ان شاء الله كيب تيوند باذن الله. هنزل الاونلاين ليسون على الشرح بتاع الترم اللي فات. اوكي، فيزيكس الترم اللي فات كله هيبقى كويشن اند انسر. اوكي، هيبقى اونلاين باذن الله. اوكي، لو حد عنده اي سؤال اي وقت يبعته لي على الواتساب، مفيش اي مشكله خالص. تمام. اوكي يا جماعه، شكرا لكم كلكم، اتمنى لكم التوفيق باذن الله. ربنا يوفقكم، ذاكروا كويس، راجعوا الليسنز كلها على اليوتيوب كويس قوي. اوكي، تيك كير وجود لك. تصبحوا على خير. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. ايوه اتفضل.